خذني ويا أخذني وياك يا الفرقاك هد حالي ولعب ميا أخذني وياك أخذني وياك يا الفرقاك قتلني قتلني ونفس ما بيا ما بيا يا بعد قلبي أنا بلاياك أجر الحسرة يومية هيك تروح هيك تروح يا المجروح وخبر موتك وصل لي صدقني وأنا من بعيد خويا صدقني وأنا من بعيد اجيت وكل شي قام يبيد شبيه انت أخوي انت وعضيد انت وأحس الروح محنية وأحس الروح محنية وأحس الروح محنية يا أبو ضحك الملامل يا أبو على لسان أبو كرم يقله يا أبو ضحك الملامل منها قام تغاب تركت بكل قلب اي عمار يقول تركت بكل قلب بصمة الحنية يا بعد قلبي يا اخوي يا اخوي يا لبيت فتوة مرجع اهل الدين وضحت النفس وضحت النفس رحيم يقول وضحت النفس ما قلش عليا هذيك جناستك عالراس تنشال هذيك جناستك عالراس تنشال يا هيبة يعيب كل من قال مرجيه اشتاقينا اشتاقينا لضحكتك وذيك العيون اللي ما شافت اخو من سنين مع مين خويا اشتاقينا لضحكتك وذيك العيون اللي ما شافت اخو من سنين مع مين خويا باويع ابا للصور والذكر راحت من زمان وما بعد جاية احمد يقول لك ابو مديد خيلك خويا ارجع عاد باحلام منار منار عليك تنشد خويا يومي منار عليك تنشد يا بعد قلبي خويا يا امي شقل لها عليك بابا باشر يعود وشقل للرحمة يا يرجع بعد ليا يا يا بي يا بي يا يا بي مصطفى خويا صوف خويا يفص عين الأخوي الرايد بالفزعايا اشحلات البيت اشحلات البيت الخوان متجمعايا
ويا بابع صورتك يا اخويا وحجي وياك مصطفى اخويا يبعد قلبه يا اخويا يا ابو نورس بابع صورتك يا احمد ابو مهدي يقول بابع صورتك يا 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 اخويا وحشي وياك 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 يا اخويا احجي دخيلك صوتي ما تسمعه يا اخويا احجي ابو نورس احجي شلعب قلبي قلبي يا اخويا تمني انا اشوفك يمك كل يوم يا اخويا حسام ظهري موتك يقطعه صعبانك وربعك ظلوي والنون صعبانك وربعك ظلوي راح الزين راح وما ما 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 يا بعد رجعه وياه وياه قلبي بنار يوم المشى وياه وياه ابو نورس اخوي راح راح السعايا شلون نصيحة بعد اخشلون شلون اسالف اصيحة بعد ويا ويا زماني زماني زمان اخذ وين اللي يحرق قلبه علي اي 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 ودعتك الله ودعتك الله يا يهدى ثواب هذا العمل المتواضع إلى روح الشهيد مصطفى أبو نورس النصراوي كلمات الشاعر الطيب علي هادي المهاجري كان الأداء بصوت أحمد جعفر عوف النصراوي البث والتوزيع الشبكي مهدي الفهداوي